السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم ومن تحبون بخير وعافية، وإلى الله أقرب. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلام والإسلام، واكتب لنا فيه الجنة وأعذنا فيه من النار. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاللهم أحسن لنا صيامنا يا رب العالمين، وتقبل منا الصيام والقيام والصلاة وكل أعمال الخير. كل عام وأنتم بخير، لا تنسونا من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.